مساء الخير واهلا بيكم. حلقه جديده واستوديو سي بي سي مصر تنتخب. النهارده عندنا حلقه مليئه بالضيوف المهمين والاخبار المهمه ايضا. بعد فقره اخبار قصيره هيكون معانا السيد منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري في حوار سجلناه صباح اليوم او ظهر اليوم بالضبط يعني في منزله. السيد منصور حسن في هذا الحوار بيتكلم عن اشياء كثيره، بيتكلم على احتمالات ترشحه لرئاسة الجمهورية، بيتكلم على المجلس الاستشاري وبيشير على مين، يعني بيكلم مين المجلس وماذا يفعل المجلس وإيه دوره بالضبط. بيتكلم على فكرة الخروج الآمن للجيش أو للمجلس العسكري من الحياة السياسية المصرية وتصوره لفكرة الخروج الآمن، هل يوافق عليها أم يرفضه. بيتكلم على شكل مجلس الشعب الجديد ويوجه رسالة للإخوان المسلمين. بيتكلم على الثورة ويراجع دفتر أحوال الثورة بعد عام كامل نقترب من احتفالات 25، وبيتكلم أيضا عن يوم 25 وعن أشياء كثيرة، وبنسأله سؤال مهم جدا، هو احنا محتاجين مانديلا ولا محتاجين محمد علي ولا محتاجين مين ليقود مصر في المرحلة القادمة. ده حوارنا مع السيد منصور حسن، أرجو أن تستمتعوا به. هيكون بعد فقرة أخبار قصيرة، ثم زميلي خيري رمضان هيكون معاه مجموعة من الضيوف، هيتكلم على صرف التعويضات لمصابي الثورة، وفي فقرة يكون فيها الدكتور حسني صابر والأمين العام للمجلس القومي لمصابي الثورة، والأستاذ عماد صلاح سكرتير ائتلاف مصابي الثورة، والأستاذة سهى محمد زوجة أحد الشهداء. وأيضا هيكون لديه فقرة أخرى عن تصحيح مسار الثورة وإصدار دستور جديد، هيتكلم فيها المهندس أحمد خيري عضو المكتب التنفيذي للمصريين الأحرار، وعبد الغفار شكر وكيل مؤسسي التحالف الشعب الاشتراكي، والأستاذ عبد المنعم إمام وكيل مؤسسي حزب العدل. حلقة عامرة، نرجو أن تبقوا معنا على سي بي سي وتشوفوا الإعادة أيضا على سي بي سي بلس 2. سريعا خلونا نقول لكم ماذا حدث في مصر النهاردة. طبعا أهم حدث كان استكمال محاكمة الرئيس السابق مبارك ومرافعة ومعاونيه طب حبيب العدل ومعاينيه الستة، والنهارده نيابه عفوا المحكمه استمعت الى مرافعه المدعين بالحق المدني. ترافع النقيب سامح عاشور، ترافع الاستاذ خالد ابو بكر، ترافع الاستاذ امير سالم، وكانت في المرافعات اشياء كثيره جدا. خلونا نسمع من الاستاذ خالد ابو بكر متحدث باسم هيئه المدعين بالحق المدني ماذا حدث في مرافعه هيئه الدفاع عن الحق المدني، ماذا قالوا وبماذا طالبوا. استاذ خالد مساء الخير. مساء الخير يا استاذ لمين، اهلا بيك. اشرح لنا مجريات امور الجلسه، ماذا قلتم وماذا قلت انت بالتحديد؟ يعني اولا طبعا هو ده اليوم اللي هو بيسموه يوم الاختبار، يعني نحن كان علينا عبء الامانه اللي اهالي الشهداء يعني حطوها في رقبتنا، والنهارده كان يومنا ان احنا نبحث هذه الامانه بحثا جيدا ثم نعرضها على المحكمه. اليوم في الدفاع كان متجانس جدا، كان في نوع من التنسيق في المرافعة، كثير من الحاضرين كان يعلم ما يقول، الاتهامات كانت واضحة، الأدلة كانت واضحة، الأدلة قسمت لأدلة قولية وأدلة فنية وأدلة مادية. أعتقد أن المحكمة كان لديها اليوم خلاصة هذه القضية وما بها من أدلة ثبوت. ردا على الجزء الثاني من سؤال سيادتك، أنا النهاردة تخيلت أنني المواطن العادي الذي يشكو إلى القاضي وهوان، لان يا استاذ لميس اللي حصل لنا في مصر ان احنا ولادنا ماتوا وفلوسنا اتسرقت وفي النهايه قالوا لنا اثبت. ازاي تثبت وانت كانت دولتك كلها بتدار من المتهمين اللي جوه القفص، والحاجات اللي انت عايز تثبتها كلها في جعبتكم. انا كنت اشرح للقاضي بلسان حال المواطن العادي، الى ان وصلت الى الرئيس نفسه ووجهت رساله لقيت اكثر. قلت له انا اترحم على والدي، ألم ترحم والدك من أن يعبث أخيك الصغير بتاريخه وبماضيه العسكري إلى أن يوصل به إلى قفص الاتهام؟ أنها في أول مرة في تاريخ مصر أن مصري يقتل هذا العدد من المصريين، بل بالعكس هي سابقة في أول مرة في تاريخ المجتمعات الراقية. أي ما كان الأرض قلت له في الأمر، قلت له في النهاية إذا كانت هذه هي عدالة الأرض فعدالة السماء لا تحتاج إلى مرافعة، عدالة السماء تحتاج إلى كلمة واحدة، حسبنا الله ونعم الوكيل.
أستاذ خالد، هل مرافعاتكم النهاردة كانت أيضا سياسية ولا كان فيها من القانون ما فيها؟ لا لا، اللي يقول لحضرتك كده يبقى غلطان. أنا ما انكرش بعض الزملاء طبعا يعني تفردوا شوية في الحتة السياسية، لكن أنا بتكلم معالي أنا والأستاذ سامح عاشور. أفتكر إنها كانت مرافعة مركزة جدا، أفتكر إن كان فيها أبعاد قانونية كبيرة، أفتكر إن كان فيها شرح المواد للاتهام، أفتكر إن كان فيها إصباغ لمواد الاتهام على المتهمين. افتكر ان انا والاستاذ سامح كل واحد تولى جزء، كنا منسقين تماما. لا لا، افتكر ان هذه القضيه يعني فعلت بشكل كبير. ما طيب. اقدرش انكر لك ان كان في البعض بيحاول ان يلعب على يعني خير السياسه في هذه القضيه. يعني ماذا خليني ابدا بقى بماذا قال النقيب سامح عاشور؟ هل قسمتوها ازاي؟ يعني قلتوا مثلا حضرتك هتتكلم في انه شق والاستاذ سامح يتكلم في انه شق؟ صحيح، الاستاذ سامح كان ماسك ادله الثبوت على المتهم الاول اللي هو محمد حسني مبارك. ايوه. وانا خدت المتهم باسماعيل الشاعر واحمد رمزي وحبيب العدل. باعتبارهم اللي كانوا موجودين ومشتفين على مسرح الجريمه. طب إيه قلت ايه في ادله الثبوت على المتهمين اللي حضرتك يعني اللي هم مساعدي وزير الداخليه؟ صحيح، انا عندي مكالمه تليفونيه دارت بين العدلي وبين احمد رمزي، وده باعتراف المتهم احمد رمزي نفسه. قال انا تلقيت امر بفض التظاهرات من حبيب العدلي. نعم. وقال له يا فندم انا عايز اتاخر ساعه. فسأله ليه عايز تتأخر ساعة؟ قال له لعلمي بخطورة أمر الفض ومن الممكن حدوث إصابات ووفيات. والمحكمة كونت هذه الكلمة، وده احنا بنسميه العلم المسبق بأثر الفعل. يعني أنا عارف إن هيحدث إصابات ووفيات، ماذا فعلت؟ لم أفعل. علمت أن هناك 60,000 شخص داخلين ميدان التحرير وأنت عدد قواتك 7,000. عملت إيه؟ لم أفعل. عملت خطة لقفل ميدان التحرير من السبع جوانب، علما بأن القانون بيقول لك لو بتفض مظاهرات لازم تخلي لهم جانب عشان يخرجوا منه. أنا مش منوط بيا إني أقتل المواطن، أنا عايز أمنع المواطن من التظاهر فقط. ومش أي مواطن كمان، المواطن اللي من شأنه إن يكون سلوكه في خطر على الدولة، لكن المواطن السلمي من حقه إنه يتظاهر. لكن الحقيقة إنها خطة فاشلة أدت إلى قتل العديد من المواطنين والعديد من رجال الشرطة أيضا. في كل حال من الأحوال يعني أدلة الثبوت بالنسبة للمتهم أحمد رمزي واضح. تأتي للمتهم إسماعيل الشاهد. وإسماعيل الشاهد ده كان محترف فض المظاهرات يوم 28، وواجهه كان مألوف بالنسبة لكل السياسيين اللي بينزلوا مظاهرات في الشارع. إسماعيل الشاهد كان هو المتهم الوحيد اللي موجود على مسرح الجريمة يوم 28، ولذلك طلبنا أن يدخل في هذه الجريمة فاعلا وليس شريكا، لأن كان الضرب المسافة بين ضرب هذه القنابل وضرب هذه الأسلحة بينه وبين إسماعيل الشاهد لا متر او 200، شيء من هذا القبيل. وهو قال انه كان بيتلقى تعليمات مستديمه من حبيب العدل. في كل حال من الاحوال سالنا مبارك سقط القتيل الاول، حبيب العدل قال انه القتيل الاول كان في السويس. وان في اربع قتلى تم ابلاغ مبارك انهم سقطوا. طيب ماذا فعلت بعد سقوط هؤلاء القتلى؟ لم يفعل. طب الم تتخذ من الاجراءات كي تمنع حدوث قتلى اخرين؟ لم يفعل. سقط قتيل وثاني وثالث ورابع ولم تفعل، اذا انت مشارك في جريمه القتل. والحقيقه النيابه العامه وصفت ان الرئيس لا يعلم، عباره ان الرئيس لم يكن يعلم، بانها عباره لا يصدقها الا مجنون على وصف النيابه العامه. وبعدين لما حبيب العدل يقول انا بلغته بتداعيات الاحداث وكانت بينا اتصالات مستديمه، يبقى انا مش محتاج اكثر من اعتراف المتهم نفسه انه كان هناك اتصالات مستديمه بينه وبين الرئيس. ومش معقول هذا العدد ينزل اشهر ميادين العاصمه في دوله انت رئيسها ولا لا. فانا اعتقد اليوم ان المرافعه كانت في طريقها الصحيح، وننتظر ان شاء الله غدا هناك مرافعات اخرى من باقي الزملاء، والاسبوع الجاي هتكون مرافعات زملائنا من المحامين المترافعين عن المتهم. هل كان في مكالمه من المكالمات اللي حضرتك رصدتها بيقول فيها احد مساعدي وزير الداخليه وانا مش متاكده مين، وعدت جمال بكذا، ولا ما كانش في مكالمه كده؟ هو اللي حصل انها كانت مكالمه بين حبيب العدل وبين احمد رمزي. ايوه. قال له يا احمد خلص، انا وعدت الاستاذ جمال ان العيال دي تمشي. طيب. انا قلت ان الناس اللي في قفص الاتهام يعلموا تماما ان المكالمه دي صحيحه. طب هنا هل يدخل هنا جمال بقى في هذا الاتهام، لان اتهامات جمال مبارك بعيده عن قصه قتل المتظاهرين؟ والله انا قلت لجمال مبارك النهارده، قلت له انا اشعر منك بالخجل ان احنا جايبينك المحكمه بفله. لا، ومكتوب في الورق انها نص تشطيب ومش تشطيب. جمال مبارك اللي كان
بيلعب في هيرمس، بيلعب في ديون مصر، وبيلعب في احنا بنتكلم على فيلتين ولا فيلا في في شرم الشيخ؟ فيلا العلاء وفيلا الجمال. فالحقيقه يدعو يعني ان احنا نعاود النداء مره ثانيه. وما زلت بقول انا بشكر النيابه العامه على مجهودها، لكني مصمم على ان تحقيق مع هؤلاء واعاده التحقيق في جرائم اخرى لن تتم في عصر هذا النائب العام الحالي. اتمنى ان ياتي نائب عام جديد يفتح قلبه وبابه لكافة التحقيقات التي وردت لديه ويحقق في كل الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب المصري. طيب استاذ خالد اشرح لنا برضو، يعني الناس عايزه تعرف الصوره، لان احنا ما عندناش للاسف كاميرات، ممنوع الكاميرات داخل المحكمه، وانت تحدث وانت بتعمل مرافعتك حضرتك او النقيب سامح عاشور او الاستاذ امير سالم او اي حد من المترافعين، بتبقوا بتكلموا المحكمه ولا بتكلموا المتهمين؟ يعني حضرتك بتقول لي انك كنت بتوجه حوارك لمحمد حسني مبارك او الى جمال مبارك، ساعتها بتبقى بتبص على يعني بتكلمه مواجهه ولا ولا بتبص على المحكمه؟ اشرح لنا ده بالظبط. لان في طول المرافعه طبعا ننظر الى المحكمه ونتكلم الى المحكمه. وهناك منصه والمنصه قريبه من منصه المحكمه، منصه الاتساع قريبه من منصه المحكمه. الا انني عندما اردت ان اوصل رساله الى علاء مبارك تحديدا نظرت اليه، وده يعني عمل له نوع من الارتباك شويه، لكن انا لم اقصد ذلك، انا قصدت ان تصل الي الرساله التي اريد ان القيها، وبالفعل يعني القيت له رساله عل وعسى انه استوعبها. يعني رد فعلهم كان ايه؟ لا يعني انا قلت له احنا يعني تكون احنا بنترحم على والدينا، انت كنت سببا في ان والدك اتى من قمه التكريم في مجلس الشعب بعد حرب اكتوبر الى قفص الاتهام متهم بقتل شعبه. وانا بكيت يوم ان فقدت ابنك، انا قلت له كده شخصيا ودي حقيقه. قلت له اشرح لوالدك ما هو شعور ان تفقد ابنك حتى يعلم مدى الجرم الذي فعله في الشعب. كانت رساله يعني هل 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 شعرت باي رد فعل على وجه علاء؟ او زملائي قالوا لي انهم يعني لاحظوا ارتباكا شديدا علي عند سماع هذا. طيب ماذا عن ما قاله الاستاذ امير سالم من توجيه تهمه الشهاده الزور للسيد عمر سليمان نائب رئيس الجمهوريه السابق والمشير طنطاوي؟ هل حدث ذلك بالفعل وليه وجه لهم هذه التهمه؟ لا طبعا هو ممكن حضرتك تساليه هو نفسه في الحاجات دي. لكن ده حصل يعني، بس عايز اتاكد منك ان ده حصل. والله انا اعتقد ان هذه الشهادات محل سريه في المحاكمات يعني. طيب وانا هحترم وجهه نظر حضرتك في هذه القضيه. بكره ايه متوقعين ايه بكره؟ بكره يعني طبعا زملائنا من المحامين اللي تعبوا واشتغلوا في القضيه بكره بينظموا نفسهم عشان يترافعوا بكره. هيترافع بكره الاستاذ نبيل عبد السلام ومجموعه من الزملاء. اعتقد ان المحكمه هتؤجل الاسبوع القادم، بعد كده هيدعى دفاع المتهمين للمرافعه، افتكر انه ماكسيموم هياخدوا اسبوع، بعد ذلك تعقب النيابه العامه ثم المتهمين ليكونوا اخر من يتكلموا مره اخرى، وده مش هيبقى في اكثر من ساعتين اللي هو التعقيب يعني على ما اتخيل، ثم بعد ذلك تحجز القضيه للحكم وفقا لوجهه نظر القاضي اسبوعين ثلاثه زي ما هو عايزه. بهذه السرعه متوقع قبل يوم 25 ولا بنتكلم بعد يوم 25 الحكم؟ شوفي للامانه مفيش اي منهج من المناهج اللي انا شايفها قدامي يعني غرضه التسرع، بالعكس يعني احنا ماشيين وفقا للعادي، لا هو متسرع ولا هو متباطئ. نحن اخذنا حقنا كاملا اليوم، والمحكمه في سؤال الشهود خدت حقها كاملا، يعني الاجراءات ماشيه في اطارات طبيعيه. يحجز بقى الحكم قبل 25، يحجز بعد 25، هنا ستتضح الرؤيه الى اي تاريخ نحن ذاهبون. هل لمعلوماتك ان الدفاع هيئه الدفاع عن المتهمين ما زالت مصره على طلباتها ولا ما عندكش معلومات عن ذلك، طلباتها من الشهود يعني؟ لا هو انا يعني لا اتعامل معهم الا عن طريق الاعلام، فهم يصرحون للاعلام، وانا الحقيقه تصريحات الاعلام لم يعني ليس كثيرا منها يكون دقيقا، خاصه ما ينقل على لسانهم في الصحف، فانا ساحترم لهم هذه المهنيه وسننتظر ما سيقولون مع احتفاظنا بحق تقديم مذكرة شارحة للرد على كل ما سيقولونه في هذه المحاكمة.
أشكرك أستاذ خالد أبو بكر، متحدث باسم هيئة المدعين بالحق المدني وأحد المترافعين، أحد المحامين المترافعين اليوم من هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني. النهاردة اترافع السيد سامح عاشور نقيب المحامين، واترافع الأستاذ خالد أبو بكر، واترافع أيضا الأستاذ أمير سالم. نخرج فاصل، وبعد الفاصل نواصل هذه الأخبار. هذه محاكمة القرن، من الواضح أن احنا ماشيين في الجدول كما هو. بدأت مرافعة النيابة، ثم الآن المدعين بالحق المدني، ثم الدفاع عن المتهمين، ثم ربما مذكرة ترد أو تعقب تعقيب من المدعين بالحق المدني، ثم تحجز القضية للحكم قبل 25 بعد 25 لا نعرف. الأمر في يد القاضي الجليل. فاصل ونرجع نواصل هذه الأخبار. عقدت السفارة الأمريكية بالقاهرة مؤتمرا حول سبل تنشيط الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية، وقد حضر المؤتمر السفيرة الأمريكية آن باترسون وبيل جاكسون المتحدث الرسمي لبرنامج جي اس بي ومجموعة من رجال الأعمال المصريين. البرنامج ده برنامج مهم جدا، بيشجع على أو بيفتح الباب للتصدير للولايات المتحدة، لأن هو بيعفينا إحنا ودول أخرى من الجمارك بالكامل لصادراتنا للولايات المتحدة. كونا لجنة تيسير، اللجنة دي هتبتدي انها توعي الصناع والتجار بالسلع. اول حاجة ايه هي السلع اللي تتمتع بالاعفاء؟ نمرة اتنين الخطوات اللي لازم يعملوها للدخول لاقناع المستورد في امريكا بالبرنامج ده. ناقش المؤتمر حجم التبادل التجاري من خلال برنامج جي اس بي، وكيفية اعفاء الشركات المصرية من الرسوم الجمركية للوصول الى السوق الامريكية، وتوعية رجال الاعمال المصريين بالفرص التصديرية التي يقدمها هذا البرنامج. لم يعرف هذا المشروع في مصر بالدرجة الكافية، ونحن نقدم هنا توعية لرجال ونساء الاعمال حول كيفية التصدير للولايات المتحدة والمنتجات التي يمكن أن تصدر ضمن مشروع جي اس بي. مصر عندها عجز تجاري ضخم حوالي 2 مليار دولار كل شهر، واحنا محتاجين نقلل العجز. لا يمكن القول ان كل المشروعات الصغيرة يمكن تصدير منتجاتها، فهي تحتاج إلى تقييم قدراتها لمعرفة نقاط قوتها وضعفها، فالتصدير ليس أمرا هينا، خاصة في حال التعامل مع سوق كبير كالولايات المتحدة الأمريكية. يأتي المؤتمر كمحاولة لخلق مناخ استثماري مثمر للطرفين، يحد من البيروقراطية ويروج لبرنامج جي اس بي بين المستثمرين المصريين، وللتغلب على المعوقات التصديرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.